كل هؤلاء الشباب الذين هاجروا وركبوا سفن الموت وأرادوا أن يهاجروا إلى أوروبا، هؤلاء الذين كانوا ينشدون في الصبا في طوابير الصباح: موطني 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 موطني، هل أراك سالما منعما وغانما مكرما؟ هؤلاء الشباب الذين كبروا فلم يجدوا مثل هذه الترانيم، الذين كبروا فلم يجدوا مثل هذه الأناشيد، لم يجدوا إلا الموت والألم والجوع والتشريد واللجوم والقتل. هؤلاء الشباب الذي يبلغ عمر الواحد منهم 20 عاما لكنه يحمل على كتفه عمر 80، هؤلاء الشباب الذين يبلغ عمر الواحد منهم 20 عاما لكنه يحمل على كتفه عمر 80 عاما، حتى كتب أحدهم، حتى لا أطيل، حتى كتب أحدهم رسالة إلى أمه قبل أن يغرق وأن يموت وأن يتاجر به تجار السفن والبحر قاتلهم الله، يقول لأمه قبل أن يغرق وأن يموت: أنا آسف يا أمي، أنا آسف يا أمي، لأن السفينة غرقت بنا ولم أستطع الوصول إلى هناك. لا تحزني يا أمي، لا تحزني يا أمي، إن لم يجدوا جثتي فماذا ستفيدك جثتي؟ ماذا ستفيدك الآن إلا ثمن الدفن والعزاء والشحن والنقل؟ أنا آسف يا أمي لأنني سافرت كغيري من البشر، ولم تكن، هو يقول لأمه، لم تكن أحلامي كبيرة كغيري من الذين سافروا، لم تكن أحلامي إلا بحجم ثمن علبة الدواء لمرض القولون لك، لم تكن أحلامي إلا بحجم علبة دواء ثمن تصليح أسنانك. أنا آسف يا حبيبتي لأنني بنيت لك بيتا من الوهم، أنا آسف يا حبيبتي لأنني بنيت لك بيتا من الوهم. ثم يقول لا للبحر بعدها: شكرا لك أيها البحر الذي استقبلتنا بدون فيزا ولا جواز سفر. ثم يقول ختامها: أنا آسف لأنني غرقت. كأن لسان حاله يقول: كم عشت أسأل، كم عشت أسأل، أين وجه بلادي، أين النخيل وأين دفء الوادي، حتى يقول إلى أمه: ردوا إلى أم القميص، ردوا إلى أم القميص، فقد رأت ما لا أرى من غربتي ومن مرادي. ما عاد في أوطاننا ضوء نجم شارد، ما عاد فيها صوت طير شادي، تمضي بنا الأحزان ساخرة، تمضي بنا الأحزان ساخرة، وتزورنا دوما بلا ميعاد. وصرخت، صرخت والكلمات تهرب من فمي، صرخت والكلمات تهرب من فمي: هذه البلاد لم تعد مثل بلادي، هذه البلاد لم تعد مثل بلادي.